تمام. طيب هنبدأ بأستاذتنا بما إن البيانو وشوية مزيكا، يعني أستاذة مارسيل ماتا أول عازفة بيانو، أنا عرفت إنه مشوارك الحلو ده بتاع البيانو، أولاً يعني زوجك هو اللي شجعك على البيانو، دي حقيقة؟ هو شجعني طبعاً، بعدين لما اتعرف بيا، لكن أيوة. أنا شجعوني طبعاً أهلي طبعاً وعمتي اللي كانت هي نفسها عازفة بيانو وأستاذة طبعاً، وكان الجو في البيت عندنا كله موسيقى، كله بيانو وموسيقى. آه. بدأتي تعزفي من عمر كم سنة؟ ابتديت مع عمتي كان عندي 7 سنين كده. تمام. بعدين بعد كده هي لما سافرت كملت مع التلميذ عندها، وبعد كده دخلت في معهد خاص. تمام. كان المدير بتاعه واحد بيانيست كبير بولندي اجنبي. يعني تمام. وكمل درست كذا سنة عنده، اتخرجت خدت شهادة من هناك. وبعدين في عازف بيانو مشهور اسمه ويلهم كامب، كان جاي هنا يعزف حفلات، فبالصدفة يعني انا كنت موجودة سمعني بعزف كده شويه، فقال لي اهلي دي موهوبه ولازم تسافر في الخارج تكمل دراساتها هناك. فطبعا والدتي كانت خايفه تسيبني انا كده لوحدي هناك، لكن والدي يعني قال لا لازم ما دام هي فنانه وتحب الموسيقى. فدرست كملت الدراسه في ايطاليا في روما، قعدت 5 سنين هناك بيانو طبعا، وكمان أخدت شهادات عالية في البيانو، وكمان أخدت التأليف كمان شوية تأليف. وعشان كده بقيتي أول رئيس قسم، أول سوليست، أول مشوار، يعني كان كل حاجات حلوة. هقول لك ليه رجعت. الحمد لله كان في الوقت ده كان في وزير الثقافة سارة عكاشة في آخر 59 كده 60 وكان لسه الكونسرفاتوار القاهره كان لسه فتح في 59. تمام. فانا وصلت في البدايه، والحمد لله ابو بكر خيرت المؤلف طبعا كان هو العميد، وهو اللي بنى حتى الكونسرفاتوار، كان هو كمان مهندس الكونسرفاتوار. رحبوا بيكي، فكنتي اول عازفه بيانو، اول يعني ما كانش في الوقت ده عازفات يعني بيقدموا حفلة كاملة، مثلا سولو بيانو تعملي سوليست لوحدك وحفلة كاملة. فطبعا لقيت تشجيع جامد، وحتى أبو بكر خيرت شجعني، وهو اللي نظم لي أول حفلة لما رجعت من إيطاليا، أول حفلة ريسيتال. ومن بعد كده على طول أنا هستأذنك هقف هنا. قابلت بقى لا ما أنا هقف عند الحتة دي. هنعمل دو ري مي فا سو لا سي دو. فهرجع لك تاني لما أرجع عند الدو. ري مي فا سو. مظبوط كده صح؟